سلامات. لتنجح وتتطور اخلق عدو لنفسك. هالفكرة ممكن ترعب كتار منا، لكن في ناس لتنجح بتخلق عدو. في دول لتزيد من قوة سيطرتها بتخلق عدو لتبرر وجود، منسميه هون العدو الوهمي، اللي بكتير من الأحيان بيساهم بالنجاح والتطور والازدهار. حتى أعداء النجاح صدقوني مفيدين بكتير من الأحيان. بالمقابل في عدو مدمر، هو اللي منك وفيك، انت بتخلقه وانت بتربيه وبتكبره، هو وهمك، مخاوفك رما إلى أساس من الصحة، أوهامك رما إلى وجود، تخيلاتك الوليدة أفكارك اللي بتفصل بينك وبين الآخرين، بتعيق تطورك، بتخسرك ناس بتحبهم، فرص حلمت فيها، أهداف تعبت لحققتها. عدونا الحقيقي موجود بداخلنا، إذا ما حاربناه حتماً رح يدمرنا.